بلادنا ما كيف كان في الزواج بخدام سدات شوف إذن دولة أي الحكومة كرهت تشجيع في الزواج غادي يعطيو الشباب اللي غيتزوج 10 مليون باش يدوزوا العرس 10 ولا ما ساكنش يعطيو السكن حتى يخدم عاد يدير هادشي في الانجليزي. شكرا لانفاس بريس واحيي متتبعي انفاس بريس. كل الاسعار طالعه يعني بطاطا هزات زروطه اخي الزوليله في الكازون لفت ما بقاش لتحت القرقعه ولات مقارعه البصله ولات حصله السلاوي ولا فيه تلاوي بود نجلس يضرب عليه الفال القوق طلع الفوق الخرشوف ما تسوقر غير الشوف الجلبانه ما بقات معانا اللحم وحده ولا هم احنا المقهورين مع المعيشه مقارعين يلا